يمكن هبه سالت اسئله كتير اهمها دلوقتي. في ناس تقول هل الكارت المسبق الدفع او مدفوع قبلا بيستهلك اكتر ولا زيه زي اي حاجه زي العداد العادي؟ لا، الكارت المسبوق الدفع والعداد اللي هو لاحق الدفع الاثنين بيتحاسبوا بنفس الطريقه. هو بس اللي احنا ممكن يدينا انطباع في ده ان انا بكون شاحن الكارت مثلا ب 100 جنيه وبعدين اروح حاطط الكارت بعد كده ابص الاقي ال 100 جنيه ادوني كيلو واتس اقل. ده نتيجه ان انا اتنقلت شريحه ثانيه فبقى السعر بتاع الكيلو وات اتغير. انما هو نفس نظام الشرايح اللي ماشي عليه العداد اللي بالكارت هو نفسه نظام الشرايح اللي ماشي عليه العداد اللي لاحق الدفع. صحيح. بس فكره ان انا اتنقلت من شريحه لشريحه دي موجوده كمان في العداد العادي؟ طبعا، يعني في الحالتين. ما هو حضرتك احنا الشريحه او التعريفه 7 شرايح بس هي متقسمه 3 مجموعات. من 0 ل 50 ومن 50 ل 100، ده سعر وده سعر. بعد لما عدي ال 100 يبتدي يعد من الصفر، من 0 ل 200، من 200 ل 350، من 350 ل 650. بس دي مجموعة. بتبقى السعر اعلى، بيزيد كل ما بروح لمجموعه، كل ما استخدم كتير. اعدي ال 650 ابتدي من الصفر بسعر اعلى لغايه ال 1000. اعدي ال 1000 ارجع ابتدي الصفر، يعني ما اخدش الشرايح السابقه. فبالتالي لما بيكون عندي كارت ومثلا كنت استهلكت 550 وبعدين رحت دخلت في بقيت 700، دخلت بقى في اسعار ثانيه، هرجع يحسب لي من الصفر. فلا بص الاقي شحنت ب 100 جنيه او 200 جنيه لقيتهم خلصوا لان انا اتحركت لشريحه ثانيه. يمكن ده ما بحسش بيه في العداد اللي بدفع اخر الشهر لان هو عمال يحسب ويجي اخر الشهر بيحسب لي. فكنت كان مخفف عليا انا بدفع بس مش حاسه. طيب دلوقتي هو ده اهميته في ترشيد الطاقه. صحيح. ان انا حاسس. عداد الكارت له ميزه ان هو، طب احنا ممكن نشرح هيك بالصوره دي اكتر للناس الادبي اللي زي حالاتي. الصوره دي بتبين توزيع الكهرباء على فئات المستهلكين. في عندنا القطاع المنزلي ده بيشكل حوالي 42% من اجمالي استهلاكنا في الكهرباء. الصناعه عندنا بتستهلك قرابه 28%. عندنا حاجه زي المرافق، الزراعه، المشروعات الاقتصاديه. فده بيبين الكهرباء بتتوزع ازاي على اوجه الاستهلاك. اكتر استهلاك بيجي من البيوت. 42% من البيوت. استغربت، كنت اتصور ان الصناعه اكتر، لكن احنا بنستهلك بطريقه كان لفتره قريبه. يعني مش قريبه قوي، نقول مثلا 10 سنين كانت الصناعه والاستهلاك المنزلي متماسك. انما طبعا مع فكره ما يسميه الانتقال الى المدن، تغير انماط استهلاك المستهلكين المنزليين، وجود اعتماد اكثر على اجهزه، معدل النمو في استهلاك القطاع المنزلي كان اعلى من معدل النمو في الصناعه. صحيح. انما متوقع ان احنا هنوصل الى وضع مستقر شويه في القطاع المنزلي وتبتدي الصناعه تبتدي تحصل فيه. في غالبيه يعني في دول كتيره القطاع المنزلي في حدود 25% من الاستهلاك، الدول الأكثر تطورا.